everyone, my name is Basma. Open your book page 64. النهارده هناخد ليسن مش جديد علينا خالص, اسمه الاوردر نمبر. فاكرينها؟ تعالوا نقول مع بعض: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Excellent, شاطرين كلكم, برافو عليكم. طبعا احنا حافظين دول كويس جدا, بس النهارده ناخد حاجه جديده شويه, هي ان الفيرست ايكوال 1 اس تي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي تقريبا اختصار, علشان بدل ما افضل اكتب فيرست اف اي ار اس تي وسكند اس اي سي او ان دي طويل قوي, انما دلوقتي هناخدها مختصره شويه. طيب تعالوا نشوف سكند اختصارها شكله عامل ازاي, 2 ان دي. طب وثيرد 3 ار دي, مش ملاحظين حاجه؟ يا ترى ايه؟ ان نمبر 1 حطيت جنبيه اس تي, وهما نفس اخر التو ليترز اللي في كلمه فيرست, صح؟ ونمبر 2 كتبته وحطيت جنبه ان دي, وهما نفس التو ليترز اللي في كلمه سكند. نفس الكلام في ثيرد 3, كتبت جنبيها ار دي, هما نفس التو ليترز, اخر تو ليترز في كلمه ثيرد. يبقى انا هعمل في كل النمبرز نفس الحكايه, هكتب فورث 4 جنبيها تي اتش, فيفث هكتب 5 جنبيها تي اتش, سيكس هكتب 6 جنبيها تي اتش, سيفنث 7 تي اتش, ايت جنبيها تي اتش, ناينث جنبيها تي اتش, واخر واحد هو التنث تي تي اتش. برافو, اظن ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص, سهله جدا وسهل ان احنا نحفظها. طالما احنا حافظين الفيرست والسكند والثيرد, هنعرف نكتب نمبر 1 جنبيها اس تي, 2 جنبيها ان دي, 3 جنبيها ار دي, انما باقي النمبرز من 4 5 6 7 8 9 10 اخرهم تي اتش, كلهم زي بعض, الاختلاف بس في فيرست وسكند وثيرد. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض. Complete. فاكرين كنا بنعمل ايه قبل كده؟ كانت اسهل طريقه علشان انا احل النمبر بالكويتشن ده, ان انا ارتب او سوري اعمل كاونت للبيكتشرز اللي عندي دي. طيب الكات هحط لها نمبر 1, الزيبرا هحط لها نمبر 2, بنسل 3, ابل 4, هارت 5, سمايل 6, ستار 7, بول 8, اند بنانا نمبر 9. اوكي تعالوا بقى نشوف اول سؤال, the order of star is z. فين الستار؟ فين الستار اهي؟ ايه دي الستار؟ الستار الاوردر بتاعها ايه؟ 7. يبقى انا هعمل 7 وجنبيها تي اتش, يبقى انا الاوردر بتاعي ايه؟ 7. برافو. طب يلا نحل سوا. The order of the pencil is, فين البنسل؟ فين البنسل؟ اهو, برافو عليكم. طيب البنسل هنا الاوردر بتاعه كام؟ 3. هكتب 3 بس؟ لا, اكتب 3 ثيرد. ثيرد اخر تو ليترز فيهم ايه؟ ار دي. برافو عليكم شاطرين. يلا نمبر سي, the order of the pool is there. فين البول؟ فين البول؟ اهي نمبر 8 يعني 8 تي اتش. طيب the order of smiley face is there, ادي السمايلي فيس, order of الاوردر بتاعها هو 6, يبقى 6 جنبيها تي اتش, 6 الاوردر بتاعها هو 6. طيب the order of the donkey, donkey فين؟ اهو نمبر 2, يبقى 2 هي السكند, 2 هي سكند, كان الاختصار بتاعها ايه؟ بكتب 2 وجنبيها ايه؟ سكند. ايه اخر 2 ليترز فيها؟ ايه فكروا, ايوه ان دي. اكسلنت, برافو. يلا اخر سؤال, لا مش اخر سؤال لسه, the order of the cat. فين الكات؟ اهي كانت اول بيكتشر خالص, الاولى دي كان بيبقى اسمها ايه؟
طيب هنا الهارت انسناه، مش نركز مع بعض. الهارت فين؟ الهارت فين؟ الهارت اهو، الاوردر بتاعه 5 5. فيفس اخرها تي اتش، يبقى اكتب 5 TH. واخر كويتشن هو الابل، فين الابل؟ فين الابل؟ اهي. طيب معمول على نمبر 4، يبقى انا هكتب هنا 4 فورس اخرها ايه؟ تي اتش. اوكي برافو عليكم كلكم شاطرين كده. خلصنا البيج دي، يلا نفتح البيج اللي بعديه. يلا يا بويز، في البيج الثانيه عندي الكويتشن ده، هو مجهزهولي جاهز، هو مجهز لي الاوردر نمبر بتاعتهم من اول فيرست لحد تنس. طب عايزني اعمل ايه؟ عايزني اشوف الانيمال ده، عايزني اشوف الانيمال ده هو الاوردر بتاعه فين 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 فين. اهو الاوردر بتاعه فورس، يبقى انا هعمل سيركل على الانسر بتاعي. اوكي ودي كده هسيبها لكم هوم ورك. طيب الكويتشن الثاني هعمل فيه ايه؟ الكويتشن الثاني شايفين اللاين بتاع الانيمالز ده، هو اللي هنعمله اوردر النمبر، هنجهزه الاول. ادي فيرست سكند، وهفضل اعمل كده لحد اخر واحد لحد التنس. اوكي وبعد كده اشوف الانيمال الاولاني ده فين في اللاين الانيمالز اللي فوق اهو. اوكي هو ده، اشوف الاوردر بتاع الاوردر نمبر بتاعه ايه، واكتب من الكومبليت ده احطه هنا فوق. طيب تعالوا كده نعمل سؤال. ادي فيرست سكند ثيرد فورث fifth, sixth, seventh, eighth. يبقى الفيش اللي انا عاوزاها هي نمبر 8، او الاوردر نمبر بتاعها 8 ودي 9 اخر واحد بقى كده 10. يبقى الفيش اللي انا عايزاها هاخد ال 8 دي اكتبها هنا 8. اوكي وذا سيم في باقي البيكتشرز. اوكي باقي البيكتشرز دي وباقي البيج دي هومورك، ولو حد مش فاهم اي حاجه يكلمني على طول. اوكي باي باي.